يعني ابتداء قضية العمليات البرية، أقول لو كان لبان زين وتلقن الكيان دروس عديدة وصدعات على مر مراحل متعددة من حرب 2000 إلى 2006 إلى ثمانيات القرن الماضي، أبناء حزب الله المقاومة الإسلامية في لبنان لقنوا الكيان الصهيوني درسا لن ينساه. لكن قال لك المعطيات ربما لا توجد معطيات، غزة عجزوا عنها فعن غيرها عاجزين. غزة مع عدم وجود القدرة النارية والعددية والخبرة والكفاءة في التعاطي والتعامل مع المتغيرات، نتحدث عن حزب الله 2006 واليوم 2024، إمكانات بنى تحتية، تطوير، سياسة صدع وردع. كانت إسرائيل تقول أنا سأدخل إلى لبنان وتجتاح وتصل إلى بيروت. كان ورقة الإعلام والضغط الإعلامي هذا القتل اليوم المعنوي. أنت عندك موجة حرب نفسية تشير إلى خسائر حزب الله، لكن بالمقابل تظلل لك ما جرى في الكيان الصهيوني. نتحدث عن المتصهينين، هذا عامل مهم جدا في الحرب. طبعا الدونيين من العراقيين والمتصهينين العرب والمتسافلين نفسيا وإخلاقيا وعقائديا وإنسانيا، هؤلاء مجموعة أفراد ينتشرون في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أنا قرأت أحد التغريدات، لماذا لا يستسلم سماحة السيد حسن نصر الله ويترك الموضوع لجد الإمام المهدي عليه السلام؟ لا شوف، هذه وأنا قلت هذا القتل المعنوي، هذا الانهزام. أن تكون منهزما شيء وجاهلا هذا شيء آخر، أن تكون متصهينا أمر مختلف، حكمه يختلف. يعني بمعنى هناك من يطبل أو غير واعي، عند نسب منسوب الوعي متدني، فيتصور بمشاعر الإنسانية أنه خلص يا سيد خليها الحرب إلى أن يظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وهو من يقوم بها. وإحنا نظل مكفخة يعني طول هذه السنين، هو هذا الغباء اللي يتحدث عنه، هاي الدونية اللي يعني يتحدث عنه. يعني اليوم الكيان الصهيوني ماكو آلة قتل ما استخدمها بحق هو المسلم. خلي يتحدثون عن ما يجري في الداخل الكيان قبل أن نتحدث ما يجري في لبنان. مو هي الغاية والهدف شنو؟ الحرب الإعلامية الناعمة، هذه هي غاية الكيان، أن توجه السهام من الداخل.